هنبدأ مع حضراتكم كالعادة من محافظة القاهرة، وهنروح لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مرورية. بعد تقاطع كوبري هنلاقي كثافات بدأت تقل بشكل تدريجي، ولكنها ما خفتش، لسه مكملة لحد مستشفى العباسية، وهتبدأ الكثافات دي تختفي عند محطة مترو الاستاد. هنروح لشارع الموسكي، فيه هناك سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أنه يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة. في شارع رمسيس في اتجاه العباسية، الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات، ولكن الكثافات بتبدأ بداية من ميدان رمسيس وصولاً للعباسية لحد شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة. من القاهرة دلوقتي تعالوا نروح محافظة الجيزة، شارع الهرم بداية من المستشفى في كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة. لو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي هناك في كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل واصلة لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي كثافات مرورية كبيرة تبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات المرورية. نروح للإسماعيلية لأن طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين وندخل شارع الطيار إسلام عبد اللطيف هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. لو كملنا شارع الجامعة هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة جدا واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. نروح مع بعض محافظة سوهاج، هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، وهنمشي كمان هنلاقي طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة أيضا فيه كثافات نسبية، كمان فيه كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.